هذه اللحظات تنتقل مباشرة مع المركز الثالث رياض الصغير بن عبد الله بن بدر العامري خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول من شاهين محمد بن سالم بن محمد العامري هناك أيضا يتواجد على المركز الرابع. في هذه اللحظات تنتقل مباشرة مع هذه الأسماء المتقدمة هناك أيضا في هذه اللحظات. المركز الخامس وصول من الشهم مبخوت بن عبد الله المنهالي يتقدم بانطلاقه الشهم، بينما اللي خذ المركز السادس وصل هناك ايضا الفايز خليفه بن محمد بالويع الخيلي، بينما اللي خذ المركز السابع وصول وتقدم من متعب احمد او حمد بن بطشاب بن صالح اليامي يتواجد هنا ايضا مع انطلاقه هملول. مباشره نذهب على المركز الثامن في هذه اللحظات، والسيل الجارف ياتي من المراكز الخلفيه، شاهين احمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، وهناك ايضا بركان خليفه بن سعيد بن غفان الجابري على المركز التاسع والمركز العاشر وصول وتقدم من شديد عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى عبر قناه تياس، هنا ايضا المنطلقه مع هذه الشعارات ومع هذه الاسماء هنا ايضا في عاصمه الميادين. اعود الى البدايه الاولى مع الصداره والمقدمه هملول، هناك ايضا مع مقدمه هذا الشوط سيب بن محمد بن سيب بن مايد المزروعي يتواجد مع البدايه مع الصداره مع المقدمه هذا الشوط. المركز الثاني نشوان هناك ايضا على المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، محمد بن احمد الهويمل العامري خذ المركز الثاني في هذه اللحظات وصول وتقدم من المركز الثالث شاهين على المركز الثالث محمد بن سالم بن محمد العامري ايضا يتواجد في هذه اللحظات على المركز الثالث شعار بوثم، بينما اللي خذ المركز الرابع هناك ايضا شعار بالويع خليفه بن محمد بالويع على خيلي بانطلاقه الفايز، بينما هناك رياض الصغير بن عبد الله بن بدر العامري يتواجد على المركز الخامس، اتابع المركز السادس وصول وتقدم من الشهم مبخوت بن عبد الله المنهالي على المركز السادس في هذه اللحظات، والمركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين احمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يتواجد هناك ايضا على المركز السابع، والمركز الثامن متعب حمد بن بطشان بن صالح اليامي هناك ايضا قادم، بينما هناك ايضا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من شديد 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 وصل عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري يتقدم هنا بانطلاقه شديد وسلالة ختلان. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا ايضا له سجلات ذهبية شعار هناك ايضا طيار الوثبة في العام الماضي من 8 كيلومترات. هكذا النتيجة، هكذا الاسماء، هكذا الشعارات المنطلقة بامال المشاركين المنطلقة هناك ايضا من اجل تحقيق نقطة ذهبية في ميدان الوثبة عاصمة الميادين. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك أيضا مع البداية الأولى هملول 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 على الصدارة على المقدمة مع المركز الاول سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي يتواجد على صداره هذا الشوط، والهوارياتي بالمسافه ما بين المركز الاول والمركز الثاني وصول وتقدم هناك من نشوان محمد بن احمد بن هويم العامري وصل وهال العين مقدمين انطلاقه نشوان على المركز الثاني، اتابع المركز الثالث الله الله يا سلام يا سلام وصول هناك من الفايز خليفة بن محمد بن ويع آل خيل يتقدم بانطلاقة الفايز، هنا أتابع المركز الرابع وصول من شاهين محمد بن سالم بن محمد بوثم العامري يتواجد في هذه اللحظات، بينما رياض الصغير بن عبد الله بن بدر العامري وهناك شاهين أحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، ولكن شديد وصل شديد عبيد بن عبد
عبد الله بن عيد المنصوري، يا سلام. بينما هناك متعب حمد بن بطشاب بن صالح اليوم، يا سلام يا سلام. هناك الناموس يحتار، يحتار الناموس هنا ما بين هالشعارات، ما بين هذه الأسماء المنطلقة هنا في عاصمة الميادين. شوط الختام، من سيغلق الستار في هذه الانطلاقات وفي هذا المسار؟ أعود هناك مع هملول على البداية الأولى. سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي هناك أيضا يتقدم على البداية، يتقدم على الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شعار بن هويمل، شعار بن هويمل يتواجد على المركز الثاني بانطلاقة نشوان محمد بن أحمد بن هويمل العامري، واللي خذ المركز الثالث هناك شاهين أحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يتواجد على المركز الثالث. ولكن هناك البداية، البداية هو الصدارة مع المركز الأول هنا. الفايز الفايز تقدم، الفايز 1200 الفايز صاحب العوايد هنا أيضا. الله الله الله، خليفة بن محمد بالويع على خيلي يتقدم أبو محمد، يتقدم مع البداية الأولى. يفتتح هذا الكيلو، يفتتح هذا الكيلو أهالي الخزنة، أهالي الخزنة هناك أيضا على صدارة هذا الشوط مع المقدمة. ولكن شوفوا من القادم، شوفوا من الواصل، وصول هناك أيضا من شعار بن هويمل يتواجد مع انطلاقة نشوان. نشوان وصل، نشوان تقدم، شاهين أحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي في هذه اللحظات في هذا المسار. ولكن هناك أيضا البداية الأولى. الشوط يبغي للتركيز، الشوط يبغي للتخطيط. هناك أيضا في هذا الانطلاق وصل نشوان على المركز الثالث، تحرك شديد، تحرك شديد، وصول هناك من شاهين شعار السبوسي. ولكن هملول، هملول هملول عاد هناك إلى البداية، عاد إلى الصدارة مع المركز الأول هنا مع المزروع. يا سلام، 500 متر هناك نشوان، نشوان يتسلل، نشوان هناك أيضا في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة. محمد بن أحمد بن هويمل العامري على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هنا. أهالي العين، أهالي العين، مدينة الخضرة والجمال، العين دار الزين هنا تحتفل بانطلاقة نشوان على البداية الأولى من عاصمة الميادين إلى العين هنا. تهانينا 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 والناموس على هذا الفوز. سلام سلام بن هويمل، سلام بن هويمل، سلام سلام، تحية واحترام على هذا الفوز، فوز نشوان محمد بن أحمد بن هويمل العامري لحظات وصوله وعبور إلى خط النهاية. المركز الثاني شاهين أحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، والمركز الثالث هناك أيضا هملول سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي، والمركز الرابع هناك شديد عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، واللي خذ المركز الخامس شاهين محمد بن سالم بن محمد مثام العامري. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى. تهانينا والناموس. هناك أيضا لحظات وصول نشوان محمد بن أحمد الهويمل العامري الذي وصل مع أيضا الأمتار الأخيرة وقدم هذا العرض المميز. هنا شعار بن هويمل، تهانينا والناموس. والتوقيت الزمني هنا توقيت نشوان 10 دقائق. هناك أيضا لحظات الوصول وأيضا 13 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. سلام بن هويمل سلام، المركز الثاني وصول وتقدم هناك من شاهين أحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي أيضا. والتوقيت الزمني هنا أيضا مشاهدينا متابعين الكلام المرافق للشاهين 10 دقائق 17 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وصول من هملول سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروع 10 دقائق 18 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.